جيل 2006. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاني كثير تساؤلات عن مكثف مادة اللغة الإنجليزية جيل 2006. أنتوا ناسين أنه في عهد بيني وبينكم أنه أنا عمري ما راح أتاجر فيكم؟ حبايب القلب، المكثف موجود على قناة اليوتيوب المراد في اللغة الإنجليزية. تدخل على قوائم التشغيل بتلاقي مكثف مادة الفصل الأول، مكثف مادة الفصل الثاني. راح تلاقي أنه مكتوب 2005. بتسألك سؤال، هو مادتك تغيرت؟ لا. إذا هذا المكثف صالح ل 2006 وحتى ل 2007. لأنه بابا حبيبي أنا ما بسوي مكثف من خارج الكتاب المدرسي. كتابك المدرسي موجود في هذا المكثف مع شرح كامل للقطع والقواعد والمعاني وحتى الاشتقاق. كل أمنياتي لكم بموفور التقدم والنجاح، وبوعدك أنه بعد هذا المكثف راح تكون من ركب الناجحين الأوائل. ولأنكم من أهل الخير بتمنى تعملوا شير، وما في داعي أنه إحنا نتاجر.